عندنا ايه تاني يا جماعه هنتكلم فيه؟ هنتكلم على تونس والغنوشي اللي يحال بقى، يحال النيابه التونسيه تحيل 19 شخص للقضاء، من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركه النهضه، لاتهامهم بارتكاب جرائم انتخابيه طبقا للتوصيف هناك في تونس، من بينها مخالفه قوانين الاشهار السياسي، عدم الافصاح عن الموارد الماليه للحملات الانتخابيه. طب بالذمه عايزينهم يفصحوا عن الموارد ازاي بقى؟ يعني يقولوا ايه؟ عايزين الاخوان يقولوا ايه عن مواردهم الماليه؟ ده اسمه كلام. على كل دي جرائم منصوص عليها في القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية في تونس وكذلك بالمناسبة في العالم. من أشهر تتذكروا أنه فتح القضاء التونسي تحقيقات واسعة النطاق بحق عدة أحزاب سياسية على رأسها حركة النهضة بشؤون قبول تمويلات مجهولة المصدر. الطينة من العجينة، يعني هم هيجيبوه من بره؟ طب احنا معانا على التليفون الأستاذة بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بتونس. أهلا بيك يا فندم. ألو أستاذة بدرة، الخط قطع. عموما يعني في النهاية احنا هنحاول نعود الاتصال مرة تانية بالأستاذة بدرة، بس هرجع أقول لكم، وهل حط الأخوان بمكان وعرفت مصدر تمويله؟ لا. طب بلاش، عرفت شكل الإنفاق؟ لا. طب هل هتعرف مصدر التمويل؟ انسى. هل هتعرف شكل الإنفاق؟ طبعا. هينفق على البلطجية، وهينفق على الصيع، وهينفق على السلاح، وهينفق على الميليشيات، وهينفق على تهديد الناس، وهينفق على الاغتيالات السياسية؟ طبعا. امال انت فاكره بينفق على الإيه يعني؟ هو انتم مصدقين لحد اللحظة اللي احنا فيها دي ان الاخوان كانوا بيقوموا بدور دعوي توعوي اجتماعي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اختي، خدي الشال ده عشان تتحجبي في يوم من الايام، ربنا يا رب يديمه عليكي. عيب، ده احنا شفناهم وعجناهم وخبزناهم، مفيش اكتر من كده. مفيش حد اتكوى بنار هذه الجماعة المنحطة قد بلدنا. خلونا ناخد معانا مرة تانية الأستاذة بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. إزاي الصح؟ كله تمام؟ الحمد لله يا ربي، تونس تمام وشعب تونس تمام، ويا ربي يدومها بركة، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة. وعام 2022 يا رب إن شاء الله عام مبروك على الأمة العربية والإسلامية. اللهم أمين، ويكون عام حسم بما هو متعلق بكل يعني من هو مرتبط بتنظيمات الإخوان في مصر في تونس في العالم كله، يبقى العام الحاسم وننتهي من هؤلاء الناس. ماذا بقى عن ال 19 اللي تم إحالتهم للقضاء بتهمة أو متعلقين بجرائم انتخابية وعلى رأسهم الغنوشي؟ إذن تونس أولا يوم 31 ديسمبر كان إلقاء القبض على يعني الصندوق الأسود لحركة الإخوانجية في تونس نور الدين البحيري، وإلى الآن يعني هم يتباكون ويعني ويلعبون دور الضحية. اليوم نقول أنه دائرة المحاسبات وملف هيئة الانتخابات والتجاوزات في الانتخابات قد تم إعطائه إلى المحكمة الابتدائية بتونس، والحمد لله وأخيرا أنه بدأ القضاء يتحرك نحو يعني فتح هذه الملفات. 19 منهم يعني من المترشحين سواء كانوا الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية تمت إدانتهم بارتكابهم لجرائم معينة، يعني سواء تمويل أجنبي وهو ممنوع طبعا في تونس، كذلك تجاوز يعني الصمت الانتخابي، تزييف، رشاوي، يعني كل شيء، هذه بعديد من التهم. والقضاء أمر بإحالة هذه الملفات للدائرة الجنائية، وننتظر كذلك. قال في آخر البيان المحكمة
تقول أن هناك كذلك أشخاص آخرين وسيتم الإعلان عليهم. يعني هذه الدفعة الأولى طبعا وعلى رأسها زعيم الإرهاب وزعيم الإخوانجية هو راشد الغنوشي، عندما دخل عنده الكثير من التجاوزات والكثير، تكلمنا في 2019 في الانتخابات التشريعية عن تجاوزات كبيرة يعني لإنجاح القائمة اللي هو فيها. هو نجح بقائمة يعني بكل السبل، وكان هناك تدليس يعني وتزوير في الانتخابات، وهناك تجاوزات كبيرة جدا قد تم الإعلان عليها وتم وضعها في دائرة المحاسبات وفي الهيئة العليا للانتخابات، واليوم يعني تم فتح هذا الملف الحمد لله، وكأن القضاء التونسي بدأ يتحرك نحو ما يريده الشعب التونسي والقيادة التونسية، بأن كل من أجرم كل من ارتكب خطأ يجب أن يكون أمام العدالة بإذن الله، يعني والعدالة هتاخد مجراها. لكن كمان دكتور بدرة مهمة عندي أن أنا قدر الإمكان أفهم، يعني إذا كانت المعلومة دي متاحة عند حضرتك، هذه الجرائم عقوبتها تصل إلى أي مدى؟ هو العقوبة أولا إنه عزلوا من البرلمان وهم مجمدين بطبيعتهم يعني إلى أن يأتي الانتخابات القادمة في 17 ديسمبر 2022. هذه مبدئيا حل الكتلة كذلك رائع. يعني هذه العقوبة الثانية. العقوبة الثالثة هو هناك غرامة مالية كبيرة وكبيرة جدا، وهناك السجن إلى يصل إلى 5 سنوات سجن بس. يعني هذه قضية، يعني احنا كيف مش نحكيه على مثلا مش نحكيه على راشد الغنوشي، فإنه هذه قضية صغيرة من قضاياه، يعني هذه حاجة صغيرة من قضاياه، وهذه بداية، ونتمنى أن يكون يعني هناك إتاحة الفرصة بوضع اليد على قضايا وملفات خاصة التسفير، الإرهاب، الفساد في الدولة، يعني الابتزاز، الرشاوي، التحريض يعني على التحريض والتخطيط على الاغتيال السياسي كمان، يعني خاصة ملف الاغتيالات السياسية وشكري بالعيد والمرحوم البراهمي. طبعا هذه مزود قضايا يعني تاخذ من وراء الشمس وهو متورط فيها. كذلك فما الجهاز السري واللي هو يشرف عليه رأسا، والأمن الموازي والذي يشرف عليه رأسا، قضايا السلاح، قضايا كثير من القضايا، يعني ما خلاش قضية ما خدمش فيها الشخص هذا للأسف، ما فماش فساد ما ارتكبوش، ما فماش جريمة ما عملهاش. وأكبر جريمة طبعا هو جريمته في تونس وإنهاك الدولة التونسية ودمار الدولة التونسية. إن شاء الله يتحرك أو تتحرك جهات التحقيق والجهات القضائية التونسية بشأن هذه الأمور جميعا، يعني في النهاية خالص تتساقط قطع الدومينو واحدة تلو الأخرى إلى أن تأتي إلى المركز زي راشد الغنوشي، ويتم القضاء على هذا التنظيم عن بكرة أبيه في تونس بل وفي العالم. يعني هانت، أنا أتفائل بالخير في 2022. أشكرك جدا دكتورة بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بتونس.